السلام عليكم شباب، وياكم أحمد ثامر، مرحلة خامسة طب أنبار. اليوم إن شاء الله راح نغطي الأبدومين إكزامينيشن من ناحية internal medicine أكيد، ونضيف الأمور اللي نحتاجها إحنا بالسيرجري بالجراحة إن شاء الله. على مود هاي المحاضرة إن شاء الله إذا ضبطتوها كأساسيات تفيدكم وين ما تروحون، باطنية، جراحة، وتكملون إن شاء الله. زين، بالبداية نشوف التاسك اللي راح يختلف حسب الامتحان اللي نروح له. فممكن يكون التاسك جي اي تي اكزامينيشن، ممكن يكون ابدومين اكزامينيشن، فنحتاج نعرف شنو الفرق. اذا قال لك جي اي تي اكزامينيشن فلازم تبلش كجنرال اكزام له علاقه بالجي اي تي، تكمله يلا وراها تبلش انسبكشن، بالبيشن، بيركشن اند اسكولتيشن مالت الابدومين، وهو البارت الاخير هو المقصود بالابدومين اكزامينيشن. فلازم بالبدايه تعرف التاسك مالتك هو شنو بالضبط. زين، اكيد الخطوات نفسها نمشي بيها قبل كل اكزام، نعيدها بكل محاضره ما يخالف حتى لا ننساها. نعرف عن نفسنا، ناخذ بيرميشن، انشور ذا برايفسي، نعقم ايدينا، اذا الدنيا بارده بالدوام ندفيها، نبقى دائما على الرايت سايد مالت البيشنت، وحسب نوع الاكزامينيشن نشيك الاكسبوجر اند ذا بوزيشن. فبالابدومين اكزامينيشن شباب الاكسبوجر حيكون، يعني طبعا هو يعتمد على نوع السيشن اللي انت بيه. جماعة الباطنية لهم اكسبوجر معين، وجماعة الجراحة لهم اكسبوجر معين. فإذا تريدوها يعني بصورة عامة نقدر نقول from the nipples to the lower abdomen end. بس حتى نكون more specific، جماعة الباطنية من زافر sternum process من هنا تقريبا، هاي العظمة نهايتها، إلى السنفسس بيوبس او البيوبس سنفسس نفس الشيء، هاي جماعة الباطنية. اما الجراحة شوية اكثر ياخذون اكسبوجر من النيبل لاين الى الميد ثاي. اوكي، طبعا هذا الشيء اكثر بالجراحة لان عندهم سوالف الهيرنية مثل الانكواينال هيرنية ما تبين الا بهذا الاكسبوجر. تمام، زين، البوزيشن عندنا بوزيشن واحد بالكارديو بالريسبيراتري، كان عندنا اما 45 ديجري او لاينج فلات. لا، هنا عندنا بس اللاينج فلات اللي هو سوباين بوزيشن. زين، ليش بس هاي الوضعيه؟ خاف تنسالون عليها بالسيشن، لان هي هاي الوضعيه اللي ترتخي بيها العضلات مالت الابدومن شباب. لان انا اذا اخلي البيشنت بسيتنج بوزيشن او 45 ديجري راح تصير نوع من المصل ريجيديتي، اوكي، راح تتقلص العضلات وما راح اقدر اسوي اكزامينيشن صحيح. بس نجي نمر مرة سريعة على الجنرال اكزامينيشن اللي له علاقة بالجي اي تي. بالبداية نشوف شغلات عامة عن البيشنت مثل وزنه، النيوتريشن ستيت مالته واللي تحددها هواية امور، والبادي ماس اندكس اللي تعرفون دائما الوزن على الطول بالمتر تربيع، الفيس كلر او السكن كلر، يعني حسب اذا كانت موجودة نقدر نحددهن. هاي مرات تنسألون بالسيشن، يعني مو شرط بالامتحان، فتقدر تذكرها. زين، لما نجي على الهيد ايش راح نشوف؟ على مستوى الايز راح نلاحظ اكيد any signs of jaundice or anemia. مثل ما تدرون الجاندس اسبابه اكو بري هيباتيك، اكو هيباتيك، اكو بوست هيباتيك، فشي اكيد ريليتد للجي اي تي. فوين نفحصها اكثر شيء؟ بالعين، بالسكليرا، هذا اليلوش، وتفاصيلها شرحناها كلها محاضرة الجنرال اكزامينيشن تقدرون تشوفوها. والبالر اكيد بالكونجكتايفا بالنسبة للانيميا، وخاصة الانيميا اللي لها علاقة بالفيتامين ديفيشنسي، اوكي، هاي اللي تكون ريليتد للجي اي تي. زين، بعد شنو نقدر ننزل على الماوث، نقدر نشوف اني ساينز همينة اوف انيميا اللي هي انجولار ستوماتايتس، هاي ايرون ديفيشنسي انيميا، او الافثس ألسر اللي هو ايضا ريليتد لجي اي تي ديزيزز. ممكن يطلع يعني مو شرط اكو جي اي تي ديزيز، بس يعني هو ريليتد لها. زين، وراها لما نروح على النيك عندنا شيء واحد هي اللي هي النيف الليمف نودز. بالنسبه للليمف نودز شباب اللي تهمنا هي السوبرا كلافيكولار ليمف نود، وبالتحديد اللي على الجهه اليسرى. هاي في حال اذا صار بها ليمفودينوباثي وكبرت حيتغير اسمها من سوبرا كلافيكولار الى فيركوس ليمف نود، اوكي، ويصير هذا الشكل اللي نشوفه as a sign، يصير اسمه تروزير ساين. طبعا هذا
كلش ريليتد انه اكو فد جي اي تي كانسر وتطلع بهالشكل. بالريسبيراتوري كان عندنا بهاي الجهه اذا تتذكرون اللي كانت سكالين ليف نودز، هنا أنا لا احنا همنا على التروزير ساين اللي هي اسمها صار فيركوس ليمف نود. فنسوي لها بالبيشن على السريع، نخلي البيشنت يرفع شتفه حتى ترتخي هاي المنطقه ونسوي لها بالبيشن حتى لو هي كانت نورمال، بس حتى نبين للدكتور احنا نعرف هذا الشيء. زين نروح على الليمبس، فكأبر ليم او حتى كلور ليم نشيك الاظافر او الاصابع از اليكونيكيا اللي هو هايبوبروتينيميا واكيد معناته اكو فت ليفر ديزيز على الاغلب، او كولينيكيا ايرون ديفيشنسي انيميا، او الكلابينج اللي من ضمن اسبابه صح كانت اكو كارديو ريسبيراتوري بس هم يعني اكو اسباب جي اي تي مثل نيو بلازم مثلا داخل الامعاء، او انفلاماتوري باول ديزيزز كلها ممكن تسبب كلابينج. كذلك نشوف البالم مالت الهاندز اذا بي بالر از ان انيميا، او اذا بي العفو اذا بي احمرار اكثر شيء. فالبالمر اريثيميا ممكن نورمال as in a pregnancy بس ممكن ايضا abnormal بحالات مثل liver disease او high estrogen level. زين كذلك نشيك التريمر وخاصة الفلابينج تريمر اللي يهمنا هنا ك GIT، لان تدرون الفلابينج تريمر ممكن indicate an organ failure. اوكي زين الدوبيوتراين كونتراكتشر اللي هو ممكن congenital ولكن ايضا ممكن سبب liver disease، اكيد ما اخذيها بالمرحلة الثانية. زين السبايدر نيفاي او السبايدر انجيوما ايضا از ليفر ديزيز. الاديما اكيد خاصه بالرجل لازم نشيكها. زين والخطوات مالتها والاسباب مالتها كلها مشروحه بمحاضره الجنرال اكزام حتى لا نطول، لان هو موضوع طويل الاديما. زين فهذا يعني از ملخص بسيط للجنرال اكزام ريليتد للجي اي تي في حال اذا شنو اذا كان التاسك مالتنا جي اي تي اكزامينيشن، فتبلش هذني وراها يلا تجي تبلش الابدومن اكزام. زين فهسه التاسك مالتنا اجى ابدومن اكزامينيشن، قبل نبلش من هنا نعرف نفسنا عقم ايدينا وننشور ذا برايفسي ناخذ بيرميشن. زين الكونتنتس اوف ذا ابدومن اكزامينيشن انسبكشن بالبيشن بيركشن اند اوسكولتيشن كلها موجوده. زين بالانسبكشن شنو راح نشوف وشنو لازم نسوي؟ بالبداية شباب اكو في قاعدة مهمة يحبوها الدكاترة انه احنا لازم نسويها. تخيلوا وياي هنا انا ما حطيت صورته بس مثلا هذا سرير. اوكي انت كانسبكشن سواء بالكارديو او بالريسبيراتوري وخاصة بالابدومن وين توقف؟ end of the bed هنا توقف تمام وتباوع هذا المريض هنا قاعد. اوكي من end of the bed ليش؟ حتى اولا تقدر تلاحظ symmetry of the abdomen. اوكي خاف اكو فد asymmetry مثل هاي الصورة هنا الصورة هاي asymmetry اذا تقارن الجهة اليمنى واليسرى حتشوفها مو نفس الشيء. فهاي وينش تقدر تلاحظها بصورة واضحة لما انت تكون مقابيل البيشنت end of the bed وتشوف ايضا الابدومن شيب هل هو فلات. اوكي هاي الراس البيشنت منها شباب للدخون هل هو فلات او مثلا ديستندد اوكي او سكايفويد نازل لي جو او طاب لي جو تمام. ف هسه حكينا الشيب وشفنا السيمتري وراها نشوف السكارز وطبعا السكارز يعني بس اذا لاحظتها وانما كاسئله يعني تنسالون عليها وهيك شيء تكون مهمه اكثر بالسيرجري. فالابدومن سكارز او الابدومن انسيجنز از ا سيرجري عندنا هاي اكثرها او هي هاي اشهرها يعني مهمه لازم تعرفون كل وحده مكانها وشنو اسمها. فعندنا الكوخر صاير هايبوكوندريوم الكوخر وعندنا الباراميديان يعني ويا الميد لاين هنا الباراميديان والترانسفيرس اي سكار هيجي راح نسميه ترانسفيرس واكيد الميد لاين واضح اسمه. وعندنا كلش مهم اللي هو المكبيرني انسجن او ما يسمى بالجريد ايرون الاسم الثاني له جريد ايرون. زين والفينل ستيل خاصه ويا جماعه النسائيه يستخدموه بالسيزيريان سكشن هو الترانسفيرس فالفينل ستيل ايضا مهم.
البقية صراحة كلانز أو كباتل أو الراذرفورد مو كل شيء تمر علينا، ولكن أيضا خلوها ببالكم، تمام؟ البقية تنسألون عليها. زين، هذا بالنسبة للسكارز إذا لاحظناها، وذني كان إكسترا أز أ سيرجري. بعد شنو لازم نشوف؟ بالسيشن أور a visible peristalsis، الحركة مالتنا معه. طبعا هنا أنا ما أقدر من الاند اوف ذا بيد، لازم وراها أقرب على البيشنت، أجي لليمين جهة اليمين وأقعد أباوع قرب، لأن أنت تحتاج تركز حتى تشوف visible pulsation and visible peristalsis. زين، بالنسبة لل visible pulsation مرينا بأسبابها محاضرة الكارديو، وقلنا قد يكون فد artery stenosis B أو فد aneurysm ويطلع البالسيشن، وعدة أسباب ثانية وجوز تيومر. البيريستالسيس نورمالي حركة الأمعاء إحنا ما نشوفها، إذا شفناها قد يكون على أكثر هذا البيشنت يعني ضعيف كلش فتبين حركة الأمعاء مالته، تمام؟ فإحنا بس نشوف إذا لاحظناها أو ما لاحظناها نذكر هذا الشيء. زين، وراها شباب أكيد الأمبليكال، الصورة هي من ضمن الأبدومن، فنحتاج نشوف شغلتين بيها، شكلها وين صايرة هي، هل هي سنترالي لو لا. نورمالي الامبليكال هي سنترالي لوكيتد بنص الابدومن، تمام، سنترالي لوكيتد. عادي مرات ترى تلقوها صاير بيها يعني مايل لليمين او اليسار، عادي وتذكر هذا الشيء، ممكن صاعد اللي فوق ناس اللي جوا وهكذا. زين، الشيب مالت الامبليكال ماكو فد شيب احنا نعتبره هو النورمال، يعني عادي مرات يجيك انفيرتد طاب لي جوا هذا نورمال، او مرات تجيك فلات مسطحه ايضا نورمال، ومرات ايفيرتد. طبعا الايفيرتد اكثر شيء لاحظه بالبريجننسي، وممكن از يعني شلون نقول اب نورمالي اذا شخص عنده اسايتس، متجمع فلويد بالابدومن مالته ودافع الامبليكال اللي برا، تمام. فهسه الشيب اوف ذا امبليكال اند ذا لوكيشن. بقت شغله وكلش مهمه، هي حيل مهمه، اللي هي الدايليتد فينز. كنا قبل هم منشنها بالتشست بس مو بهذيك الأهمية، لأن قليل مسألة حدوث الدايليتد فينز بالتشست. طبعا هي الدايليتد فينز ممكن نشوفها بكل الجسم، خاصة بالنيك اند ذا ابدومن، وأكثر شيء بالابدومن. فالدايليتد فينز بالابدومن شباب، خلينا نشوف صورة عليها. هاي الدايليتد فينز، أوكي، مو شيرير يعني، راح تشوفوه إن شاء الله بالمستشفى. فالدايليتد فينز شباب ممكن قد تتخذ شكل يسموه الكابت ميدوزا، إذا تتذكرون هاي ويا هيركليز اللي يصير رأسها أفاعي نفس الشكل. هاي يعني ساين كلش ريليتد لبورتال هايبرتنشن، وعلى الأغلب شخص عنده ليفر سيروسس، تمام. زين، أنا هسه ذكرت أكو دايليتد فينز ومنشنت وين صايرة يعني بالأبدومن، أحتاج أسوي شيء إكسترا. صح إحنا هسه إنسبكشن، بس حتى لا ننسى، ما دام انا لقيت دايليتد فينز ومنشنت انه هي موجوده، لازم اسوي فد تيست. هذا التيست يعني هو ما له اسم صراحه، بس خلينا نسميه تو فينجر تيست. ببساطه شوفوا هسه هنا، هذا مو دايليتد فين، اخذ واحد من عندهم واجي اخلي اصبع من كل ايد الي بهالطريقه، واضغط من النص واسحب بكل جهه، راح يتفرغ لان انا عصرته وراح البلاد بالجهه اليمنى وبالجهه اليسرى. راح ارفع واحد من الايدين واشوف الفلو مالت الفين دا يروح من اليمنى لليسرى لو من اليسرى لليمنى، اوكي. ليش؟ حتى اعرف هذا الاوبستراكشن اللي سبب الدايليتد فينز، هل هو سوبيريور فينا كافا اوبستراكشن لو انفيريور فينا كافا اوبستراكشن. فيعني بيسك فيزكس، مو ذيك الصعوبه، بس افهموا الاليه مالتها. زين، بعد شنو لازم نشوف شباب؟ الهيرنيا، وهاي خاصه ويا يا جماعه جماعة السيرجري. طبعا الهيرنيا قد تكون قبل تشوفها كإنسبكشن، أو مرات تحتاج تطلب من البيشنت يقح. فأنت بكل الأحوال بالإنسبكشن ورا ما حكيت هاي السوالف، أصفن على البيشنت على الأبدومين مالته وقل له عمو بلا زحمة عليك، قح لي قحة قوية، مو بس مرة واحدة، قح لي فد مرتين، تمام. ليش؟ حتى نلاحظ قد يكون أكو هيرنيا شباب. الهيرنيا اللي هي الفتك بيه هواية أنواع، تمام، يبي غاستريك، incisional اللي تجي من السيرجري، inguinal، femoral، لان يعني اشهر شيء خاصة الانجوينال هي most common، والfemoral most common ويا الفيميلز. طبعا بيها تفاصيل هواي راح تاخذوها بالنظر ان شاء الله، بس المقصد مالتنا هنا انه نطلب من البيشنت يقح، ومرات نلاحظها بدون ما يقح، بس انت بكل الاحوال اطلب من عنده. زين،
بعد شنو نلاحظ او نمنشن اذا اكو او ماكو، اللي هي الستراية. شباب الستراية اللي هي stretching marks، اوكي، تصير بالابدومن وباي جزء بالجسم اصلا. ف normally نلاحظها ويا البريجننت وومن لما تحمل، ومرات نلاحظها ويا جماعه الكوشنج ديزيز يظهر عليهم، تمام؟ فهي مو بس يعني سبيسيفيك للبريجننت، هاي كاستراية. زين، بعد اكو اشياء اضافيه شباب، مثل اني بيجمنتيشنز، مثل هاي الكولن اند تيرنال ساين. طبعا الفرق بيناتهن الكولن تكون بارا امبيلايكال، منطقه يعني دائر مدار الصره، بينما الجراي تيرنال او تيرنال ساين تصير بالصفاح بالفلانك. اوكي، اذني شنو تعني يعني؟ اوكي شفت هنا ومنشنت، عرفت اسمها ومنشنتها، معناتها اكو فد انترا ابدومينال بليدنج. اوكي، فممكن تظهر الكولن اور تيرنال ساين. زين، سيمتري حكينا. از ان اذرز شباب، لان احنا قلنا نغطي جراحه همينه، الدرين والدريسنج. اغلب اهل الجراحه كبيشنت طالع من العمليه ومثلا ومنسدح على السرير، انت راح تلاحظ حاطين له درين يفرغون يعني مكان العمليه، انبوبه طالعه من بطنه او حسب مكان العمليه، وده تفرغ بداخل علبه او تشيس. هذا بالنسبه للدرين، فلازم تمنشن مكانه، وكاكسترا يعني نوتس لازم تعرف شنو نوعه، تفاصيل معينه ان شاء الله اسيركم عليها محاضره اذا صار مجال. الدريسنج اذا لاحظت اي يعني شلون نقول، هذا اللاصق الجراحي اللي موجود على السكن، لازق هنا او هنا، قد تكون عمليه او قد تكون فد تروما بهذا المكان ولازقين عليها مكان، يعني لازقين عليها لزقه. اوكي، زين، اكو شيء مهم هنا شباب تنسالون عليه بالسيشن اللي هي الكوزز اوف ابدومن ديستنشن، شنو الاشياء اللي تخلي الابدومن يصير بي ديستنشن. اوكي، 5F نيمونيك، اغلب الطلاب يعرفوا 5F، فلويد قد يكون بسبب اسايتس فلويد، فات شخص اوبيس، او فيسز فد انتستينال اوبستراكشن، اوكي فيسز، او فليتس ايضا ويا الريتبل باول سيندروم، يصير عندهم تجمع بالفليتس، او فيتس يعني وحده بريجننت الفيتس دي يسوي ابدومن ديستنشن بهالبساطه. فهاي الاسبكشن شباب، هاي كل الاشياء اللي تحتاجون تذكروها بالانسبكشن. اهم شيء الشيب السيمتري وسكارز بالنسبه كجراحه. اوكي، دايليتد فينز ايضا مهمه، والامبلايكال شيب اند لوكيشن، والهرنيه اكيد بس للجراحه اكثر شيء. زين، نعبر على البالبيشن باعتبار الانسبكشن صار واضح. بالبالبيشن حنقسمه ثلاث اقسام. اوكي، سوبرفيشال بالبيشن، ديب بالبيشن، اند اورجان بالبيشن او اورجانوميجالي بالبيشن. تمام، فشباب قبل كل هذا، قبل لا نبلش، قبل لا نحكي القوانين وغيرها، لازم وخاصة بهذا البارت، خاصة بالأبدومن، أسأل البيشنت عندك مكان يوجعك ببطنك أو لا. بالله عليكم لا تنسون هذا الشيء، كلش مهم ترى، سواء بالكارديو سواء بالرسبيراتري، بأي بالبيشن بأي إكزام أسأل البيشنت إذا هالمكان يوجع أو لا قبل لا تمد إيدك، خذها قاعدة بحياتك. زين، فبالبداية سألنا البيشنت قال خلاص ما عندي مكان يوجعني، نبلش بالسوبرفيشال بالبيشن. فمثل ما تدرون انه الابدومن، هسه اشوفكم الاناتومي، الابدومن انقسم الى 9 اماكن. اوكي، رايت هايبوكوندريوم، ليفت هايبوكوندريوم، هايبوكوندريوم يعني جوا الاضلاع، ابي جاستريك وهايبوغاستريك فوق وجوا، امبلايكال على يمين ويسار، الامبلايكال هي اللمبر، واكيد الالياك مبينه من عظمه الالياك. تمام، ف هاي التسعة ريجن ابقى اتخيلها، خلنا ناخذ على هاي الصوره مثلا، هاي الناين ريجنز ابقى اتخيلها ببالي هي والحدود مالتها. فلما اجي اسوي بالبيشن سوبرفيشال ديب ايا كان، يفضل انه تبلش منه، يفضل. اوكي، او لا مو مشكله، اهم شيء انه تغطي ايدك كل الناين كواردنتس، التسع ارباع الموجوده مال الابدومن. فبالسوبرفيشال بالبيشن شلون لازم اخلي ايدي شباب؟ يعني اجزت القى صوره واضحه صراحه، يعني شويه الصور مال جوجل صعبه. المهم
أخلي إيدي شباب بس أسندها من هاي الجهة، بس إسناد شباب، ما أضغط من هذا المكان. الضغطة والبالبيشن مالتك لما تسوي تحسس مثلا أو فيل بالفينجرز مالتك، ما تضغط ضغطة قوية، مجرد تخلي إيدك بهذا الشكل وتتحسس بأصابعك، ضغطة بسيطة بأصابعك، هذا هو السوبرفيشال بالبيشن. طبعا أكو ملاحظات إكسترا، بس قبل لا نبلش بيها أكو شغلة أساسية لازم تسويها. أنت هسه خليت إيدك ودا تمشيها كل شوي على مكان من هاي التسعة أربعة. وجهك شباب، وجهك يبقى على وجه البيشنت، تبقى تباوع عليه. هذا الشيء كلش بروفيشنال، أنت لازم لما تفحص عيونك على عيون البيشنت. خاف يصير عنده ديسكومفورت، خاف ما عجب الوضع أو تأذى، على مود أنت قبل تسحب إيدك. متفقين؟ أو أنت هم تخلي بالك إنه هاي المنطقة عندها فد مشكلة بيها حتى تستنتج هذا الشيء. فنسأل البيشنت إذا المكان يوجع أو لا من البداية، وراها بكل ما كان أمد إيدي أظل أباوع على عيون البيشنت، ما أوخر راسي عنه. يعني تتعلم تحرك إيديك بدون ما تباوع على إيدك. متفقين؟ زين. بالسوبرفيشال بالبيشن حنشيك ثلاث شغلات: إذا أكو تندرنس فد مكان يوجع لما نضغط، إذا أكو أني ماسز سوبرفيشال ماسز على أكثر، and if there any rigidity. rigidity أنه الأبدومن مالته من تخلي إيدك عليه صلب يابس قوي، أوكي، العضلات متقلصة. فعادة أكو rigidity يكون عن طريق أنه البيشنت متوتر أو خايف مثلا. فأنت هنا أنا أكو في شغلات يعني تريكس تطلبها من عنده حتى تسهل هذا الشيء. فتقول له: عمو بلا زحمة عليك، عضلي على سنونك، يعني سوي لي هيك وعض على سنونك، هي ما لها غاية، أو الزم إيديك اثنيناتهم هيك سوي لي مثل القبضة قوي قوي. فهو راح يلتهي يسوي هذا الشيء، بالمقابل راح ترتخي المعدة مالته أو العضلات مالت الأبدومن. أوكي، فهذا الشيء خلوه ببالكم. خاف فد يوم بطن رجد وتحسوا هو هذا الشخص متوتر فصار الرجيديتي بيها. زين، خلصنا السوبرفيشال بالبيشن. بالديب بالبيشن حنسوي نفس الشيء بالضبط، بس الفرق شنو؟ انه هاي ايدي راح اضغط اقوى، اطببها جوا، اضغط بقوه، تمام؟ ديب بالبيشن اشيك شنو ايضا اذا اكو ديب تندرنس اور ديب ماسز، تمام؟ تبقى سالفة الأورغانوميغالي بالبيشن. إحنا هسه كباطنية مثلا يحتاج نشيك الليفر والسبلين والكيدني. جماعة الجراحة هذني أكيد نفسهن يضيفون وياها البلادر، أوكي، بس حتى نكون يعني من البداية متفقين. فلما نجي للليفر بالبيشن شباب، حتى لندوخ نفسنا بعدين، لأن الليفر بشيء اسمه الليفر سبان. والليفر سبان شلون أمثل لكم إياه؟ ليفر سبان كأنه احسب لي، يعني احسب لي هو مثل المساحة او المسافة اللي انت لازم تطلعها تمثل المكان اللي قاعد بيه الليفر، اللي متخذ الليفر، اوكي، هذا هو الليفر سبان. فالليفر سبان احتاج اسوي بالبيشن وراها بيركشن، فحتى لا ادوخ ما دام انا وصلت الليفر بكل الأحوال أسوي بالبيشن قبل أقمز أسوي لبركشن حتى أخلص، حتى لا أدوخ بعدين. زين، شون أسوي بالبيشن للليفر اللي هو خطوة من خطوات measuring الليفر سبان؟ أخلي إيدي بهالطريقة شباب، تشوفون إيدي وين يا بارت المتركزوا اللي داخل هذا البارت، تلاحظون هذا البارت من إيدك. وين أبلش؟ أبلش بالرايت إلياك فوسا، لازم منها تبلش، لازم، أوكي، تبلش منها وتصعد. هو نورمالي الليفر ياخذ شنو مكان تقريبا، يعني نورمالي من الضلع الخامس وانت نازل تقريبا هنا. فاحنا ليش نبلش من هنا؟ لان احتمال صاير بي انلارجمنت وماخذ هذا المكان همين جزء واصل لهنا، فلازم انت بكل الاحوال تبلش من هنا وتصعد. زين، ضغطنا بإيدنا بهالطريقة وصعدنا، بس أضغط الحالي شون أسويها؟ عرفنا الوضعية، لازم أتفق ويا العمو القاعد، أقول لعمو كل ما أخلي إيدي جر لي نفس، أخذ لي نفس بحلقك قوي، أوكي؟ فهو كل ما يأخذ نفس أنا أدفع إيدي أقوى، وراها أرفع إيدي شوية في سنتيمين لي فوق، سنتيمين أكيد تعرفون شكد.
نفس المكان عموديا. همينا اضغط بس شيء بسيط، من ياخذ نفس ادفع ايدي، ادفعها عدل هيجي، تمام؟ اوكي. ففي حال اذا انت حسيته جوزي يطخ بايدك، نورمالي مين راح يطخ؟ ما راح تحسه. مرات همينا هو نورمالي تحسه حسب يعني، اوكي، بس هو نورمالي نورمالي على الغالب ما تحسه انت as a palpation، الا اذا كان بشكل يعني 80% خلينا نقول 90% انه اكو فد انلارجمنت. زين، فورا ما تحسه لازم تسوي شغله مباشره وما تقبل غلط، مو تجي تسوي ماركر على البيشنت وما اعرف ايش، هاي كلها غلط. لا، تطلب من البيشنت تقول له عمو جيب لي اصبعك، شوف هسه هذا هو مثلا سوى بالبيشن وحس بيه هنا، انا واكيد حس هنا بالكشن، بس يلا خلينا بس نعتبر الطريقه، فهو مو حس بيه، حس بالليفر. قول له عمو خلي لي اصبعك على هذا المكان اللي انا حسيته بيه، اوكي، خلي لي اصبعك هنا مثلا، ابقى مثبت لي، لا تحركه. فاني هسه حددت الحافه اللي من جوا مالت الليفر، لازم اشوفه من فوق لوين واصل. عاد من فوق شلون اشيكه؟ اجي اسوي بيركشن. ليش؟ لان هنا الاضلع كلها موجوده، ما راح اقدر اسوي بالبيشن، دي بالبيشن مالت الاورجانز، اكيد لازم اسوي بيركشن. تفاصيل البيركشن شباب انا شرحتها بمحاضره الريسبيراتوري، هو اول بيركشن تاخذه بالسنه، فانا شرحت كل تفاصيل البيركشن بي. فانت شو تسوي هنا؟ نورمالي راح يكون ريزونانس، يعني دقدق هنا ريزونانس، تنزل همين ريزونانس بين الاضلع، تخلي اصبعك بين الاضلع والدق الى ان تحس بدلنس، اللي هو يكون الفايبريشن اللي يرجع على ايدك شويه بعد اعمق، الصوت مالته او الفايبريشن مالته. اول ما تحسه معناته خلاص دلنس، يعني انت وصلت الحافه العليا مالت الليفر. زين، هسه ايش راح تسوي؟ تجيب التيب ميجر مالتك، اوكي، تخليه منه وتجره لحد هنا هذا المكان، وتقيس ايش قد يطلع، اوكي، خلينا نقول مثلا طلع 10 سنتيم. النورمال ليفر سبان من 8 الى 12 سنتيم. راح تلقون هواي بشار يحكون شغلات مختلفه، بس هو هذا الرينج المتعارف عليه ودائما يتكرر بيناتنا، انه الرينج من 8 الى 12 هو هذا النورمال. زين، متفقين؟ زين، مرات زين احمد انا حطيت البالبيشن وسويت منها بس ما حسيته، زين شلون راح احسب الليفر سبان بهالطريقه؟ يعني ظليت اسوي منها بالبيشن وما حسيته، ايش راح اسوي؟ اقوم اسوي بيركشن همينه منه الى ان يصير دلنس اللي يدل على الليفر. متفقين؟ يعني انا اوكي من فوق لازم بيركشن، من جوا في حال اذا ما حسيته بالبالبيشن اقوم اسوي ايضا بيركشن واحسب المسافه. اتمنى يكون واضح، هو اكيد لازم اطبق قدامكم حتى تشوفوا، بس قدر الامكان دا اوضحها بصوره نظريه. زين، هاي بالنسبه لليفر سبان، بس اكو ملاحظه بسيطه شباب. على رأسها سالفة مو كل مدعب الجوز، مو كل الليفر سبان مالته أكثر من 12 معناته هاي مشكلة بالليفر واللارجمنت بالليفر وخلص ما أعرف إيش. احتمال أكو فد مشكلة بالهارت أو باللنج، أوكي، تيومر أو ديكستروكارديا أو أي إن كان، وقاعد تدفع الليفر، المشاكل اللي صايرة بيهم قاعد تدفع الليفر لي جوا وده ينزل مكانه. هالطريقة الليفر سبان حيكون عالي، بس هو الليفر ما بيشي، فمو كل ليفر سبان عالي معناته اكو ليفر بروبلم، بس هالشي خلوا بالكم، خاف تنسألون عليه بالسيشن. زين، خلصنا من الليفر، نجي هسه على السبلين. السبلين شباب يختلف عن الليفر as a palpation، لازم نخلي ايدينا بهاي الوضعية بصورة عدلة، اوكي، كأنه انت قاعد تخلي ايدك تغوص، تخلي قمة اصابعك تغوص. والسبلين شباب يعني قعدته والحركة مالته مو مثل الليفر كانت عمودية بس من جوا لي فوق هيجي، لا، بالسبلين دايجونال من هنا إلى حد هنا، أوكي، هو يمكن هنا صار بهاي المنطقة جوا الضلع التاسع العاشر 11 حسب اللي أتذكره. المهم، فبما أنه هو دايجونال هيج صاير، ممكن من يكبر يوصل إلى حد هناك بهالطريقة، ما يروح لا يمين ولا يسار، لا هيجي بس. فلازم أيضا أجي وين؟ هم أبلش من الرايت إليك فوسا، يعني هسه ليفر وسبلين اثنيناتهم أبلش من هاي المنطقة. فالاختلاف قلت لكم أنه أخلي إيدي قمة أصابعي قمتها تغوص، حرفيا تغوص وتصعد لي فوق، تغوص وتصعد لي فوق، هذا البالبيشن مالت السبلين. طبعا أنت كطالب لو تموت ما تحس السبلين،
حتى البروفيشنال صعب عليه، لان السبلين صعب كبالبيشن. فانت اذا حاولت، اذا قدرت تشيكه، هو بس شغله تمثيليه طبعا سالفه السبلين، لان يعني قلت لكم صعب. المهم تبلش من هنا، ايضا اخذ لي نفس، سوي هيك، دخل اصبعك اصابعك وترفعها، تدخلها وترفعها، ان شاء الله بتطبيق اوضح لكم اياها. وايضا تسوي بركشن على نفس المنطقه وانت رايح وانت راجع. اكو اكسترا مانوفرز، انه تقلب البيشنت على سبيل يعني او من غايه انه يندفع السبلين لي فوق وترجع تسوي له بالبيشن على عسى ولا على تحسه، بس يعني هاي تعتبر اكسترا مانوفر، خاف يسالوكم عليها او يطلبوها من عندكم. زين، اكو ملاحظه على السبلين شباب. السبلين اذا حسينا اسمعوني، هو ترى نورمالي ما ينحس، بس اذا حسينا السبلين بالبيشن يعني بالبيتد وحسيت السبلين، معناته هذا السبلين كبران 3 مرات ضعف حجمه. اوكي، زين، هاي بالنسبه للسبلين. بالنسبه للكدني يحبون هاي السالفه كلش الدكاتره شباب، من توصلون الكدني نقول له باي مانوال، يعني هو يحتاج تستخدم ايديك اثنيناتهم. زين، ايش راح اسوي؟ اكيد تشيك الكدني اليمنى واليسرى. فانا هو دي تشيك اليسرى، اوكي، هذا البيشنت، هاي الكدني اليسرى مالته. شلون نشيكها شباب؟ خذوها ببالكم، يعني خلوها ببالكم هاي السالفه، دائما سواء الكدني اليمنى او اليسرى، ايدي الافضل ايدي اليسرى اخليها جوا. هو مخلي ايده اليمنى هنا انا صراحه، بس الافضل ايدك اليسرى دائما هي الجوا، يعني هاي جرها خليها مثل هاي الوضعيه مال هاي الايد، وسوي بالبيشن بايدك اليمنى افضل. يعني انا حتى كدكاتره طبقوا قدامي كانوا هيك يسوون. فدائما ايدك اليسرى هي الجوا، وتحس بايدك اليمنى فوق، ما لكم علاقه بالصوره، اوكي، انا همشي بس كوضعيه. زين، ايدي اللي اخليها جوا وين بالضبط اخليها؟ ترى هاي مساحه هوايه. نهايه ايدي اخليها الطخ نهايه الاضلاع، اوكي، انت ما راح تخلي ايدك ورا البيشنت، اخر نقطه تحس بيها بالضلع خلي نهايه ايدك وياها، متفقين؟ ايش راح تسوي بهاي الايد؟ ادفع من جوا لفوق، ادفع من جوا لفوق، وبهاي الايد بس مجرد تحس، تضغط وتحس، بهاي الايد تضغط وتحس، بهاي الايد تدفع لفوق. هذا اكثر شيء يعني ممكن اقدر اوضحه كنظريا صراحه، الا عملي قدامكم يلا تفهموا، بس يعني هاي ببساطه. اوكي شباب، زين، هاي بالنسبه للبلادر شباب. انا شفتهم صراحه كدكاتره يسوون بالبيشن البلادر بالايد اليسرى، بس عادي مو مشكله، انت اهم شيء يعني تمشي هيجي من الامبلايكال وانت نازل، هاي البالبيشن مالتها، بالبيشن بسيط ما بيشي. ايضا يسوي لها بيركشن مرات في حال اذا بيها ديستنشن، مو بهذيك الاهميه، بس قلت لكم يعني مرات يطلبوها بالجراح، اما كباطنيه ما حد يطلبها من عندك بالباطنيه، متفقين؟ زين، قبل لا نطب البركشن شباب، اكو جدول راح اعدل على هاي المحاضره، على هذا الملف، واضيفها عليه. جدول بالفرق بين السبلين وبين الليفر وبين الكدني، هيجي جدول، يعني هي سوالف عملي بس مسويها بجدول. هاي الإج مالته شلون تكون، هذا الحركة مالته فيرتيكال، هاي الحركة مالته دايجونال، الكدني تكون بالوتد يعني بالوتابل، تكون طايرة داخل الابدومين، اوكي، وهكذا. يعني هيش تفاصيل مالت الإجز واللوكيشن، فراح اضيفها بالملف، اريدكم تقروها لان مطالبين بيها سواء نظري او عملي، على الاكثر عملي مطالبين بيها، متفقين؟ زين، نجي هسه على البيركشن شباب. البيركشن نورمالي مالت الابدومن انه انت تحسه تيمبانيك، اوكي، تيمبانيك هو مثل الريزونانس تقريبا بس شويه اعمق، شيء بسيط. ومصطلح تيمبانيك يعني انت هذا المكان اللي قاعد تدق عليه جوا اكو فد اورجان مجوف، اوكي، اكو فد هولو فيزيكس اورجان، هذا ينطيك شعور التيمبانيك. فاحنا اوريدي سوينا بيركشن للليفر، قلت لكم مو كنا نسوي بالبيشن للليفر، سوينا وياه بيركشن اله على مود نطلع الليفر سبان. والسبلين همينا شفنا شلون نسوي له بيركشن على نفس المكان اصلا، اوكي، وهو اصلا السبلين بكله سواء بالبيشن او بيركشن هو عباره عن تمثيل، يعني قلت لكم صعب على الطالب. زين، الكدني ما بيها بيركشن طبعا حسب اللي اتذكره ما بيها بيركشن، اوكي، والبلادر شوفتكم الصوره مالتها انه على المكان نفسه من امبلايكر وانت نازل. زين، عندنا تيستين
shifting dullness وكذلك الترانسميتد ثرل، وخاصة هذا الأول كلش مهم شباب. هذني التيستين هو اللي احتاج أسويهم بالبركشن حتى أعتبر نفسي أني يعني مطبق بركشن صحيح قدام الدكتور. فشباب shifted dullness ببساطة هذا البيشنت، أوكي بيشنت قاعد قدامي وبطنه مليانة، أو حتى إذا بطنه مو مليانة أنت لازم تسوي يعني تطبق. شو راح تسوي؟ تجي تسوي بيركشن بهاي المنطقة، أوكي؟ تسوي وصلت هنا أنا شو تغير الصوت، تغير من تيمبانيك هنا قام يصير دل هنا، يعني صار أعمق بعد الصوت، معناته أكو فت سائل، أوكي؟ لأن صار دلنس، يعني أكو تجمع سوائل هنا أنا. زين شلون أتأكد هذا تجمع سوائل لو شيء ثاني، جوز تيومر جوز أي شيء ثاني، شلون أتأكد؟ هو عن طريق هذا التست. فش أسوي ورا ما سويت هنا أنا وصلت هنا وتغير الصوت؟ أخلي أصبعي هنا، أثبت أصبعي على المكان اللي تغير به الفايبريشن، وأقول للبيشنت التف لي على جهتك اليمنى، أوكي التف. فإذا هو سائل شباب مو لفينا، هو السائل شلون هسه تخيلوا البطن مالت البيشنت مثل الجلاس وصبينا بيها، مو راح يتجمع السائل بهاي المنطقة بالقعر. فاحنا حددنا هذا المكان اللي حسينا به دلنس وخلينا البيشنت يندار مثلا، هذا المكان نفسه اللي حددناه هو هذا صار، اوكي. فانتظر 30 ثانيه بس بين مال سائل يتحرك ويروح لهاي الجهه، وارجع اسوي دلنس عفوا بيركشن. فاذا تغير وصار حال السنترال، صار تيمبانيك اللي هو النورمال، معناته 100% كان اكو سائل اتحرك ونزل لي جوا. زين اذا بقى نفس الصوت جزء تيومر جزء ايا كان شيء ثاني، تمام. فهذا هو الغايه من الشيفتد دلنس. الشيفتد دلنس هو كلش يعني تيست معتمد بالبركشن، وفي حال اذا احنا كان بوزيتيف فمعناته تقريبا السائل اللي موجود بالابدومن من 500 مل فلويد وفوق. زين شنو ممكن يسبب لنا يعني يمتلي سائل او فلويد بالابدومن؟ السايتس اكيد. زين اكو تيست ثاني هو الترانسميتد ثرول. الترانسميتد ثرول من اسمه ترانسميتد، يعني قاعد ينتقل الفايبريشن من منطقه الى منطقه، اوكي، وينطينا شعور الثرول اللي نحسه بايدنا ثرول. فاحنا شو نسوي هنا؟ نخلي البيشنت او واحد يساعدنا يخلي ايده هنا يثبت هاي المنطقه، ليش؟ حتى الفايبريشن من اضرب هنا ما يصعد لي فوق، اوكي، ينتقل كبره مباشره للجهه الثانيه. فاضرب هنا انا بهاي المنطقه سواء منا او منا نفس الشيء، تضرب وبايدك الثانيه على الجهه الاخرى تحس بالفايبريشن. فاذا حسيت بالثرل اللي هو هذا التيربرنت فلو يضرب بايدك، معناته اكو فلويد كلش هوايه بهاي المنطقه، لان الترانسميت ثرل اذا كان بوزيتيف على الاقل فد لترين فلويد موجود بالابدومن مالته، ممكن اصلا اكثر. زين يبقى اكو فرق بين الشفت الدلنس وبين الترانسميتد ثرول، عدا الفرق بطريقه التطبيق، انه الشفت الدلنس يعتبر مور سنسيتيف ذان ذا ترانسميتد ثرول. فمعناته اذا الشفت الدلنس نيجاتيف ما كان موجود ما يحتاج اصلا اسوي هذا، هذا ما موجود هو مور سنسيتيف، اذا هذا ما موجود ما يحتاج اصلا اسوي هذا، اوكي. فمرات ايضا تنسالون هذا السؤال بالسيشن، يعني يسالكم الدكتور يشوفكم فاهمين او لا. آخر بارت اللي هو الأوسكولتيشن. طبعا قبل أبشر الأوسكولتيشن، في حال ما قدر يساعدك البيشنت يخلي إيده، تقدر الإبهام مالتك، هذا الإبهام تفتح إيدك كلش قوي وتخلي الإبهام مالتك لحد هنا وتجره هيك، وأصابعك هذني بهاي المنطقة وتحس، يعني هم طريقة بروفيشنال إذا قدرت تسووها. زين الأوسكولتيشن شباب أنا أشوفه سهل بالأبدومن كلش حلو. نحتاج ببساطة، يعني لخصت لكم ترى ما طبوا بكل تفاصيله، هذا تحتاجوه كامتحان وتحتاجوه كمرحلة رابعة ترى. زين فكأوسكولتيشن شباب أحتاج أشوف الباول ساوند، وأحتاج أخذ لي فرة بالسماعة مالتي على أماكن هاي الحمراء اللي ممكن يصير بيها بروي. زين شنو يعني بروي؟ يعني صوت تيربلانت فلو مثل الثرول، بس اسمعه بالسماعه مو احسه بايدي، لا هنا اسمعه بالسماعه. فهذا الفرق بين البروي وبين الثرل. الثرل احسه بايدي، البروي احسه او العفو اسمعه بالسماعه. زين ف
البول ساوند شباب أقدر أحسه بمنطقتين، إبي غاستريك أريا هنا، وكذلك المكبيرني بوينت هنا. الطريقة أو المكان الأدق والكمن هو المكبيرني بوينت. في حال إذا أكو عملية أو ما لحقنا نوصل لهاي المنطقة فنعبر للإبي غاستريك أريا. زين، المكبيرني بوينت لازم نندى مكانها. فالمكبيرني بوينت شباب مطالب انه انت هم تحكي شلون دليته. اولا تحدد السوبيريور الياك سباين، اوكي، السوبيريور الياك فوس، العظمه الانتيريورلي من قدام تحسها بايدك العظمه. ورا ما راح تحسها تتخيل هذا اللاين بين الامبليكس وبين الانتيريور سوبيريور الياك سباين. زين، ثيرد واحد، ثلث واحد من هاي المنطقه وثلثين المسافة من الامبليكال هي هاي المكبيرني بوينت. فأنت مطالب تبين نفسك أنه أنت قاعد تأشر وتتخيل وقاعد تحسب المسافة. الدكتور يريد من عندك هيك، ترى مو يريد قبل تخلي السماعة وتقول لي هاي مكبيرني بوينت، ومرات يسألك يقول لك احكي لي شلون دليتها. متفقين؟ مكبيرني بوينت كلش مهمة وبها هواي سوالف إضافية. زين، فهسا كمكبيرني بوينت شباب هي نسمع بها الصوت مالت البول. ليش هنا؟ لان هنا الاليوسيكال فالف من منطقه صغيره منطقه كبيره ده ينتقل شلون نقول محتويات المعده. فانت تخيل هسه قدامك من غرفه صغيره الى غرفه كبيره، او من صونده صغيره الى صونده كبيره، ده ينتقل شيء، راح يتغير الصوت ويتغير الفايبريشن بهذا المكان، فراح تسمع صوت اعلى. لذلك احنا البول ساوند افضل شيء نسمعه بهذا المكان، وكذلك ايضا بالابيغاستريك اريا بنحو اقل، لان هنا انا اشوفكم الاناتومي صراحه ما عندي صوره من الاناتومي. نهايه المعده صاير مثل الكيرف، اوكي، فهذا الكيرف ايضا ممكن ينطينا تيربلنت فلو ونسمع صوت البول ساوند هنا لما تنتقل. ما ادوخكم اكثر، اهم شيء كبول ساوند نسمعه هنا وهنا. زين، خليت السماعه الدايفرام مالتي وشويه اضغط قوي شباب. كنورمال يعني حتى نقول هاي نورمال بول ساوند، اما اسمع ثلاث اصوات بدقيقه واحده او اسمع صوت واحد خلال ثلاث دقائق. فاني من اخلي السماعه لازم ايدي الثانيه بها ساعه، اوكي، او لازم موبايلي واباوع على الوقت. إذا سمعت ثلاث أصوات بدقيقة واحدة خلاص هذا نورمال باول ساوند. إذا سمعت صوت واحد خلال الدقائق أيضا يعتبر نورمال. زين، إذا عبرت الثلاث دقائق مثلا وما سمعت ولا صوت، هنا أنا على الأكثر يعني أكو فد مشكلة بالباول، يعني قد تكون جزء باراليتيك إليس، يعني أوكي معدته ما قاعد تمشي أصلا. زين، ما ادوخكم بهاي الاشياء، احاول يعني اذا سويت لقيت ملخص النظري ادز لكم اياها، بس هذا اللي تحتاجوه حاليا. تمام؟ زين، النقاط الحمراء شباب تشوفوها هاي النقاط الحمراء، هنا أنا مثلا الابدومينال ايورتا، هنا الرايت اند ليفت رينال ارتري، وهنا الرايت اند ليفت الياك ارتري، كذلك عندنا الفيمورال بس ما ندوخكم بيها. اهم شيء اهذني شباب، هذني النقاط الحمر امشي عليها السماعه ورا ما اطلع البول ساوند وغيرها، بس امشي السماعه عليها اشوف هل اكو بروي او لا. اذا سمعت بروي فمعناته هذني الارتري حسب المكان اللي اسمع به قد يكون بي ستينوسس او قد يكون بي انيوريزم مثلا، اوكي، وعلى اكثر ستينوسس. ماشي شباب؟ زين، يقول لك ايضا تقدر تشيك الهيباتيك اريا والسبرينيك اريا بالسماعه مالتك، خاف تسمع لك شيء، اوكي؟ قد يكون مثلا ريب ساوند، اوكي؟ جو صاير فد انفلاميشن عالي بالسبلين او بالليفر ويطلع لك ريب ساوند، فانت يعني همين اخلي السماعه هنا وهناك. صراحه ما متاكد من المعلومه الاخيره، بس هي اهم شيء هاي البول ساوند والبروي الخاص بالنقاط الحمر اللي اشرت لكم اياها. زين، نعبر. ملاحظة همينة ثانية، من تخلي سماعتك خاصة بالأمدومينال أيورتا شوي اضغطها قوي، اوكي، اضغط السماعة قوي. زين، خلصنا أبدومين إكزام، بس مو 100%، لازم نحكي هاي الجملة حتى نكون احنا موضحين للدكتور احنا شو نقول
نعرف أجزاء الأبدومين إكزامينيشن. ف at the end told the examiner اللي دي يمتحنك أو اللي واقف وياك I should also check the digital rectal and extra genitalia and the inguinal lymph node and also the back. ذن الشغلات يعني يعتبروها هي من ضمن الأبدومين إكزامينيشن. فهو إحنا هذا المطلوب من عندك أبدومين إكزامينيشن، ولكن بالنهاية لازم تمنشن هاي الجملة، بس منشنها. إذا منشنتها عليها درجة ترى وحتبين روحك أنت فاهم هو شنو الأبدومين إكزامينيشن. لحد هنا خلص الأبدومين بكل تفاصيله اللي أنت اللي أنتوا تحتاجوها. اللي عليكم هي هاي الأساسيات، ضبطوها. أي شغلات نظري، أي سوالف نظري تسمعوها ضيفوا عليها حتى تكون محاضرة من صدق متكاملة لكم. أما من ناحية العملي فالمحاضرة متكاملة 100% وعلى مسؤوليتي همين. زين، نجي هسه شغلات بس هيك إضافية، سلايد واحد خليتها أصلا خاف تحتاجوها بالسيرجري. لا والله 100% حتحتاجوها بالسيرجري. عندنا ساينز، أوكي، لا أنتوا طبعا لازم تقرون محاضرة الأبندسايتس حتى تفهمون هذا الشيء، بس ما يخالف حمشي عليها على السريع. شباب، أبو الزائدة الدودية أبندكس لما يصير بها التهاب أبندسايتس راح تظهر عليه ساينز، نقدر يعني عن طريق الإكزام نأكد أنه هذا الشخص هو عنده أبندسايتس. عدا الشغلات مالت اللابوراتوري والسيمتومز اللي تظهر عنده، عندنا أيضا شغلات هي الساينز، أوكي، فهي هذني الساينز. فمن ضمنها الريباوند تندرنس، بس أريد أركز على شغلة الريباوند تندرنس. انت مو بس تضغط وترفع ايدك، لا، تضغط وترفع ايدك بسرعه، تضغط وترفعها بسرعه، مو تضغط وترجعها هيك على كيفك، هاي معناتها ريباوند. لا، تخيل كانه طوبه موجوده بالابدون انت قاعد تطبطبها مثل جماعه كره السله. اوكي، زين، عندنا الروفسينج ساين، اكو طبعا انرفيشن بين هاي المنطقه وهاي المنطقه، ما اتذكر السوالف النظري مالتها. المهم نضغط بالليفت الياك فوسا، اشو البيشنت يقوم يتوجع بهذا المكان، هاي يسموها روفسينج ساين. فإذا ضغطنا هنا هو وتوجع هنا، هاي بوزيتيف روفسينج ساين. أوكي، زين، عندنا سوا ساين أند أوبتريتر ساين. ساينز متسمية على اسم العضلة، أوكي، إذا السواز مصل تحرك الهب بهالطريقة، فأنت لما البيشنت تحرك مالت الهب لي ورا، أوكي، راح يصير عنده ألم أيضا بهاي المنطقة، فهذا بوزيتيف سوا ساين. الأوبتريتر ساين أيضا إحنا نحرك الأوبتريتر مصل، نرفع المالت الهب ونسوي له internal rotation، أوكي، أيضا راح يصير عنده ألم وتعتبر يعني ساين لأبو الأبندسايتس. زين، عندنا ساين خاف تسمعون بيها، مرات تطالبون تسووها، وطبعا مستحيل تطالب تسويها على شخص هو عنده مشكلة، أوكي، يعني تجوز تطالب تسويها على شخص نورمال، لأن مؤلمة كلش هاي الساين، كلش مؤلمة. اسمها مورفي ساين، أوكي؟ المورفي ساين أو المورفي ساين، شو وقت تكون بوزيتيف؟ أو شلون نسويها بالبداية؟ شلون نسويها؟ تحت الأضلع، هاي مو الضلع نهايته، تدخل يدك بقوة بهذا المكان، أوكي؟ وتخليه ياخذ نفس، يشهق نفس، أوكي؟ ورا ما تحط إيدك، قول للبيشنت ياخذ نفس، وخر إيدك، راح يصير عنده ألم. فإذا كانت بوزيتيف ميرفي ساين يعني حسب الألم عن طريق هاي العملية راح يدل أنه وجود فد مشكلة بالجالب لدر، قد تكون انفلاميشن بالجالب لدر هي نفسها أو الكوليسيستايتس اللي هي الدكت الموجودة هناك صاير بها التهاب أيضا، وعدة أسباب، قد تكون فد ستون بالجالب لدر أو مشكلة بالبايلاري تري ويطلع لك عاد ميرفي ساين. فهاي يعني ببساطة يعني بتوضيح بسيط، أكيد راح تأخذوها بالنظري وتطبقون، بس قلت أمنشنها لكم، أوكي؟ والإكزام الفوق أنا همين أمنشنت شغلات شنو المهمة بالسيرجري وشنو اللي تحتاجوها بالباطنية. خلصت المحاضرة. As a big mistakes شباب ممكن إحنا نمر بيها، حمنشنها على السريع ولو أنا أصلا منشنتها بالمحاضرة، بس حتى تظل ببالكم لأن ختام المحاضرة. إيدك قبل لا تمدها على البيشنت، خاصة بالأبدومن وبأي إكزام بالدنيا، اسأله إذا أكو مكان يوجع. زين، بما أنه إحنا مشينا هاي الملاحظة فحتى أذكر لكم شيء إضافي شباب. لنفترض أنه البيشنت هاي مالت الأبدومن وقال إي عمو دي يوجعني هذا المكان، دي يوجع اللفت لمبر أريا، هاي مثلا قاعد توجع،
أبطل ما أسوي بالبيشن؟ لا، أسويها بس بطريقة أبتعد قدر الإمكان عن هاي المنطقة، أبلش بعيد بعيد، ما أعرف يعني شلون صارت هي بالنص. المهم أبلش بعيد عن هاي المنطقة وأدور إلى أن أوصل قريب عليها، ما أسوي عليها هي نفسها بس أبلش بعيد إلى أن أوصلها. هاي الملاحظة يعني نسيت أقولها، هسه منشنتها لكم. إضافة شغلة ثانية، البالبيشن يفضل أنه يكون كلوك وايز، يعني ويا عقارب الساعة. يعني هذا شفته بالمصدر فقلت أحكي لكم إياه. تمام شباب؟ زين، من ضمن البيج ميستيكس الثانية، طبعا قبل شوي ترى حكينا ملاحظات مو بيج ميستيكس، فنكمل. من ضمن البيج ميستيكس أنه ما توقف بالإنسبكشن يم الإند أوف ذا بيت، وهاي عليها درجة. أوقف يم إند أوف ذا بيت، باوع المريض وعلى بطنه، قول له خليه يقح على مود نشوف اذا اكو هيرنيا او لا، ونمنشن السيمتري والابدومن شيب وغيرها، وراها عاد قرب على البيشنت تصير على الرايت سايد وباوع يعني بتركيز على مود الفيزيبل بالسيشن والبريستالسس وغيرها. هاي تقريبا البيج ميستيكس اللي مرات اشوف الطلاب يعني يوقعون بيها. ها، وبعد شغله انه لما تسوي بالبيشن سواء سوبرفيشال سواء ديب بالبيشن، لازم عيونك على عيون او وجه البيشنت، ووضحنا هذا الشيء ليش. خلصت المحاضرة، شكرا لكم، ان شاء الله تطلبوني يعني انتم محاضرات او نقدر نقول فيديوهات تطبيق ما تتعدى ال5 دقائق تصوير للكارديو وللريسبيراتوري وللابدومن همينه. للاسف باكر دوام يعني العطلة ما تمددت، لو تمددت كان لحقت اسوي لكم محاضرة نيورو، ولكن ما راح اقصر وياكم، حدزلكم فويسات، ادزلكم ملخصات مثلا واصلتني او عندي اوريدي من العام للنيورو. اي سؤال عندكم سواء بالاوبستتريك سواء بالسيرجري سواء خاصه بالانترنال ميديسن يعني اللي احبه، اسالوا بالجروب، لا تترددون ابد. ونشوفكم ان شاء الله بالايام الجايه. مع السلامه.